مرحبا بكم اصدقائي، انا صديقكم شاهين وهاليوم رجعت لكم بحلقه جديده. راح ناخذ لنا فره سريعه ونشوف الستريت فود في بريطانيا ونشوف ياهو اكل هو اطيب اكل ونرجع نسوي كوصفه بالبيت. تابعونا. طبعاً أصدقائي أشهر أكلة عندنا هنا في بريطانيا اللي هي فيشن شيبس، فلازم تكون هي على رأس القائمة. خلينا نجربها. واو، كريسبي، ومن جوا عندنا السمك كلش جوسي. خلينا نجرب الشيبس. هاي أكلة كلش تخبط، واللي يجي على بريطانيا لازم يجربها. بس تدرون شنو؟ اللي ما يقدر يجي خلي نروح نسويها أنا وياكم عندنا بالبيت. طبعاً أصدقائي البارحة من جربت الفيشن شيبس الصراحة كانت أكلة كلش ثقيلة، فراح تكون شوية صعبة علينا كلها بالفطور. فاليوم راح أغير شوية بالوصفة وأسويها كوجونز وأقدمها مع تارتر صوص. راح تكون أكلة كلش طيبة وخفيفة. تابعونا. بالبداية خلينا نبلش بالتارتر صوص. حتى نسوي تارتر صوص نحتاج نسوي مايونيز بالبداية. عندي هنا صفارين بيض، راح أضيف فوقهم رشة زينة من الملح، وعندي هنا ماسترد باودر راح أخلي لهم هم رشة زينة. بس راح أخلطهم كلش زين، وراح أبدي أضيف 300 مليلتر من الزيت بالتدريج ونقطة نقطة. طبعا بدا يثخن عندي مايونيز، بس راح ابدي اخلي بعد زيت بس بكميه اسرع من قبل. شوفوا هسه اصدقائي صار عندنا مايونيز جاهز. هسه راح اسوي تارتر صوص. هسه نضيف البصل المثروم على المايونيز. طبعا ثرمناه كلش ناعم. هسه راح نحتاج هذا الخيار مخلل، كمان راح نثرمه ناعم بحجم البصل، نضيفه فوق المايونيز حتى يصير عندنا تارتر صوص. وهسه راح اخلي الخيار المخلل ويا الخلطه مالتنا. هسه راح نبدا نخلطهم كلش زين، وهذا التارتر صوص صار عندنا جاهز يرهم ويا كل انواع السمك، فتشي كلش طيب. اوكي اصدقائي، حتى نسوي الكوجونز نحتاج فيلت مال سمك ابيض، اي نوعية سمك ابيض انتم تحبوها. راح نقطعها شرايح طويلة وبفخن وصباعة. بهالشكل هذا كلش زين. اصدقائي بعد ما قطعنا السمك على شكل اصابع، هسه راح نسوي لهم بانيد. هذا مصطلح فرنسي يعني اني راح اخليهم اول شيء بالطحين، بعدين بيض، وبعدين بريد كرومز اللي هو فتات الخبز. بس اهم شيء الطحين لازم يكون به كميه زينه من الملح، لان الملح راح يساعد السمكه ان تمسك نفسها وتسحب كل المي اللي داخلها. اول شيء راح اخلي السمك بالطحين، بس راح نشيل كل الطحين، لازم كل الطحين ينشال من عن السمكة. جيد، هسه راح اخليها بالبيض. واخليها بالبريد كرومز. أهم شيء أصدقائي بعد ما كملت أشيل الكوجونز وأنطيهم تويست خفيفة وأخليهم على الصحن. هسه راح نبدي ببناء الطبق مالتنا. أول شيء راح أخلي الكوجونز، وعندي هنا تشارد ليمون، ليمونة محروقة بالبلو تورش تنطينا الطعم كلش طيب،
اخير شيء راح نخلي خاشوقه من التارتا صوص. واصدقائي هذا طبق الجوجونز ويا التارتا صوص، ان شاء الله حبيتوه، واكيد ما اوصيكم تابعوني على الانستغرام والفيسبوك وفي مالنا.